كان يطلع ينزل إلى ساحة الحرب إذا دعاه داعي الجهاد في سبيل الله، ينزل وشنو شعاره؟ بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي، ما تنقم الحرب العوان مني. بيد لواء ويزحف ومن ورائه كتائب، ويصيح دبوا دبيب النمل لا تفوتوا حتى، وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الثار أو تموتوا. كان يزحف ومن ورائه للجهاد دون مبادئه، دون عقائده، دون تربته، دون لا إله إلا الله. ماذا حملنا نحن من عزيمة علي بن أبي طالب؟ ماذا حملنا نحن من عزائم أبنائه؟ تصور أبناء اللي ربونا تربية أرادوا من ورائها أن ندرس الظرف اللي نعيشه، إذا ما نحصل على جهاد في سبيل الله نحصل على جهاد في سبيل العقيدة، نحمل الفكرة، الكلمة الطيبة، الوعي. أرجوك، أكو مكتبات ضخمة هنا، مكتبات ضخمة أنا أعرفها هنا. أنا سألت جماعة اللي هيئوها، مش قد عدد المطالعين؟ قالوا ماكو شيء، ماكو. يجينا واحد يو اثنين يوم احد يجينا.